بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. حابين تقولوا ترنيمه ولا حاجه عشان نفصل بين موضوعين ولا ندخل على طول؟ طيب ما انا بس ما بعرفش اتكلم وفي صوت، فانا متهيألي هنا في صوت ما بعرفش، دي عيب فيا معلش. هنقرا مع بعض في ملوك تاني اصحاح 4 من عدد 1 لعدد 7. ملوك تاني 4 من 1 ل7. وصرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها أليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ أنقليها. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال: اذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. قصة معجزة من المعجزات الموجودة في الكتاب المقدس، مرت علينا وإحنا أطفال ومرت علينا واحنا كبار وعارفينها كويس قوي. النهارده هناخدها كده بمنظور معين. هو ايه؟ هي الست ديت أرملة، يعني زوجها مات زي ما الكتاب بيقول، وعندها ولدين وعندها مشكلة. في حد مننا مش بيقابل مشاكل؟ كلنا عندنا مشاكل، لكن تعالوا نشوف من خلال القصة الجميلة ديت ازاي الست ديت اتصرفت تصرف حسن جميل، وازاي المشكلة بتاعتها اتحلت، علشان نحاول ان احنا نحل مشاكلنا بالطريقة اللي الوحي المقدس سجلها في الكتاب المقدس. الموضوع دوت ممكن يبقى بينا كمشكلة في حياتنا الشخصية او في خدمتنا، اي مشكلة من اي نوع. اول حاجة الست ديت عملتها ايه؟ ناخد وننتي مع بعض كده. أول حاجة عملتها إيه؟ مكتوب إيه؟ أول كلمة صرخت، مش كده؟ صرخت إلى مين؟ إلى أليشع. وأليشع ده مين؟ ده رجل الله. إذا كعلاج أي مشكلة بداية المفروض إن إحنا نعمل إيه؟ نصرخ. في بقى على الأقل يعني 3 أنواع من الصراخ. ده أنا يعني بقول كده، هو يمكن يكون في أكتر من كده. في واحد بيصرخ بينه وما بين نفسه، وفي واحد بيصرخ في اذان الناس، زمايله قرايبه اي حد، وفي حد بيصرخ لمين؟ الى الله. فهنا الست دي صرخت لمين؟ في اذان مين؟ في اذان رجل الله. يعني الصرخه بتاعتها لمين؟ لربنا. دي اول كلمه بتتقال في الموضوع. اول ما يقابلني مشكله اول حاجه افتكرها ان انا ايه؟ ان انا اتكلم مع ربنا. ياما بصرخ بيني ما بين نفسي، وده مش غلط على فكرة، يعني انا مش بقول ان حاجة زي كده غلط، ولا كوني ان انا اتكلم مع حد واصرخ بيني ما بين الناس ده غلط ابدا، ولا ده غلط ولا ده غلط، لكن بقول من ناحية المعالجة الروحية لازم صراخي ايضا يكون الى الله. اول حد افتكر ربنا، اقول له: يا رب انا عندي مشكلة،
انت بس اللي تحلها لي. المشكله دي عويصه وكبيره قوي مش كده؟ زي ما احنا شايفين كده، واحده جوزها مات وعندها ولدين، وجوزها قبل ما يموت كان مديون بدين كبير. المرابي دوت يعني اللي بيدي الفلوس وبياخد عليها ربا، بياخد عليها فايده، جه يطالب بالفلوس، والست ديت ما عندهاش حاجه. قال لها حيس كده هعمل ايه؟ هاخد عيالك عندي. يعني فقدت زوجها، وبالطريقه ديت هتفقد ايه؟ هتفقد كمان ولديها. مشكله كبيره قوي. فهي عالجت الامر ازاي؟ انها صرخت الى الله في مسامع رجل الله. هنا رجل الله ممكن يكون مثلا شفيع من الشفعاء، بنتكلم مع حد من الاباء او حاجه زي كده، بس المفروض ان احنا فعلا نلجا الى الله رقم واحد. صرخت الى اليشع امراه من نساء بني الانبياء قائله: ان عبدك زوجي قد مات، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب. هنا اقول سوري كتامل مش تفسير، ممكن يكون زوجها هو عمرها اللي فات. كل واحد فينا النهارده في عنده عمر فات وعدى، يعرف يرجعه تاني؟ يعرف يرجع ساعة منه تاني؟ ما ينفعش. فعلشان كده بقول لكم كتأمل زوجها ده عمرها اللي عدى. لكن هنا المرابي ممكن يكون بيمثل عدو الخير. عدو الخير مش مكتفي ان هو خد العمر بتاعنا اللي عدى، ده عايز ياخد ايه؟ ده عايز ياخد اللي جاي كمان. ايه هو اللي جاي؟ اللي جاي هو الولدين. الولدين ممكن يكونوا بيمثلوا الحاضر والمستقبل. انا قدامي دلوقتي ماضي وحاضر ومستقبل. ماضي مش ممكن يرجع، والحاضر انا عايشه، والمستقبل لسه هعيشه. فهو دوت عدو الخير، ضيع من عمري او من وقتي عمر فات، وفي نفس الوقت مش مكتفي بكده، عايز ياخد الوقت بتاعي اللي جاي كمان. فاتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين، فقال لها اليشع. هنا بقى اليشع كرجل الله صرف بطريقه جميله قوي، وجه لها كم سؤال. حد خد باله؟ كم سؤال؟ 2. طب هي جاوبت على كم سؤال؟ جاوبت على واحد بس. السؤال الاولاني بتاعه كان ايه؟ ماذا اصنع لك؟ يعني حابه اعمل ايه؟ ايه اللي انت عايزاه علشان اعمله؟ تحبي اعمل ايه؟ وكده ربنا اوقات بيرد علينا من جوانا. انا لما بطرح على ربنا المشكله يقول لي تحب اعمل ايه؟ فانا اتسرع بقى اقول ايه؟ احب كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. فاكرين عرس قانا الجليل؟ الست العذراء لما كان في مشكله، ايه هي المشكله؟ ان الخمر بتاعهم خلص. عملت ايه الست العذراء؟ قالت للمسيح ليس لهم خمر. قالت له يعمل ايه؟ ما قالتلوش يعمل ايه، عرضت عليه المشكله. يبقى تاني حاجه نتعلمها في الموضوع ده، رقم واحد نصرخ الى الله، ورقم 2 ان احنا نعرض بس المشكله على ربنا، مش لازم نقول له احنا عايزين كذا او اللي يتم كذا. طيب ايه السؤال الثاني اللي سأله لها؟ ماذا لك في البيت؟ ماذا لك في البيت؟ طب ليه؟ ويفيد بايه ماذا لك في البيت؟ انتوا واخدين بالكم من المشكله؟ المشكله كبيره جدا. ولا عندك ايه في البيت؟ ليه يا ترى اليشع النبي بيقول للارمله ماذا لك في البيت؟ نشترك مع بعض كده زي ما انتم متفاعلين كده وبتقولوا معايا. اتفضلي. ايوه اشكرك. في حاجه تانية؟ ايوه تمام كويس. يعني عايز يشركها في الحل، ان هي ان الحل هيجي من عندك، او الحل هيجي لما تشاركي. طب اشارك ايه؟ هو ايه اللي حلتي؟ ما انتوا الكلام اللي انتوا بتقولوه بيكمل بعضه. هو انا ايه اللي حلتي؟ انا حلتي ايه؟ انا حلتي حاجه بسيطه، بس اللي حلتي دوت الحاجه البسيطه ديت
ربنا عايزها علشان يعمل المعجزه، عشان يحل المشكله. يعني اعمل ايه انا في الخدمه بامكانياتي الضعيفه ديت؟ افهم ايه انا؟ لا اعرف ايه انا هاجي عشان اخلص نفوس؟ مين انا؟ انا عارف اخلص نفسي او حاجه زي كده. مع ذلك ايه؟ مع ذلك ربنا بيقول لا، احنا عايزين كارزين عشان الناس تؤمن. ربنا اختار 12 من الاباء الرسل واختار 70، مش كده؟ ليه؟ علشان يكرزوا. لا، عايزنا ان احنا امكانياتنا دي ايا كانت ربنا محتاج ليها، او بمعنى اصح ربنا بيشركنا في البركه حسب الامكانيات حتى لو كانت امكانيات ضعيفه. نفس المعجزه اللي كنا بنتكلم عنها بتاعت عرس قانا الجليل. السيد المسيح قال لهم ايه للخدام؟ ست العذراء قالت لهم مهما قال لكم فافعلوه. ودي جايه برضه، مهما قال لكم فافعلوه. وتلاقوه كده يعني خط في المعجزات، مهما قال لكم فافعلوه. فالسيد المسيح قال لهم ايه؟ املأوا الاجران ماء. ماء احنا محتاجين ليه؟ طب املأوا الاجران ايه؟ الماء، الميه دي يقدروا يملوها ولا ما يقدروش؟ متعبه ولا مش متعبه؟ متعبه على فكره، عشان يملوا 6 اجران ماء كل مش عارف جرني ساعه قد ايه ويروحوا يجيبوا ميه من بعيد. لا، الموضوع متعب. يعني ايه الموضوع متعب بقى من الناحيه الروحيه؟ يعني الموضوع يحتاج ايه؟ يحتاج الى جهاد. خدوا بالكم بس وركزوا عشان الموضوع ده مهم جدا. المعجزه اللي هتتم ديت او اي معجزه بتتم دي اسمها النعمه. النعمه، النعمه ايه هي؟ تعريف ايه هو تعريف النعمه؟ او يعني اي تعريف للنعمه؟ في تعريف كتيره. النعمه هي ايه؟ هي عطيه مجانيه من عند ربنا. انا استحقها؟ لا، دي عطيه مجانيه من الله. فالنعمه تعمل امتى؟ لما ابتدي ان انا اجاهد. اول حاجه الصراخ الى الله، وتاني حاجه بعد الصراخ الى الله اقول له ايه؟ اقول له يا رب اللي انت عايزه اعمله. قال لها ماذا اصنع لك؟ جاوبت على السؤال، طلعت ناصحه. ايه رايكم لو الست دي جاوبت على السؤال؟ نفترض كده قاليش عن النبي، قال لها ماذا اصنع لك؟ قالت له بص انا عايزاك بس كل الحكايه تخلي الراجل ده يصبر عليا لحد ما عيلتي تكبر وتشتغل ويسددوا الدين. دي حاجه كويسه مش كويسه؟ حاجه كويسه مش كده؟ كان ممكن تطلب كده، كان ممكن تطلب من اليشع تقول له معلش اتوسط لي واتكلم معاه عشان يسقط نص الدين. حاجه كويسه ولا مش كويسه؟ هنشوف بقى عمل الله. عمل الله كامل كامل. هي لما سكتت الله تدخل، وتدخل كامل. فاكرين معجزه اشباع الجموع؟ في حد قام جعان؟ مفيش حد قام جعان. عشان مين اللي اشتغل؟ ربنا. بس ربنا لما اشتغل ايه؟ قال لهم عندكم ايه؟ قالوا له في ولد معاه 5 خبزات وسمكتين، واللي من الرجاله كم واحد؟ 5000، غير النساء والاطفال. يعملوا ايه؟ لا، بس في خد بالك، المعجزه مش هتتم غير لو جبنا 5 خبزات والسمكتين. المعجزه مش هتتم غير لو مليته الاجران ماء. المعجزة مش هتتم غير لو جيتوا الخدمة وحضرت، حضرت الاجتماع وافتقدت وعملت اللي عليك واتكلمت مع الولاد او اي خدمة من اي نوع. هو الموضوع كده لازم تعمل. في المعجزة بتاعت اقامة لعازر، مش ربنا قوم لعازر الميت اللي بقاله 4 ايام؟ هي دي المعجزة، دي النعمة من عند ربنا. لكن في دور انساني. ايه الدور الانساني؟ ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر. ده دور انساني بسيط. هو السيد المسيح ما كانش قادر اللي هو يشاور كده للحجر في الحجر ده، او بصبعه كده يمشي الحجر؟ بس عايز يعلمنا في دور عليك وسيبني انا اشتغل. لكن مشكلتنا الحقيقيه هي الايمان. هل انا عندي ايمان ان ربنا يشتغل بيا؟ دي فعلا مشكلتنا الحقيقيه في كل شيء، سواء كان في الخدمه او في المشاكل الشخصيه. بيقف قصادنا ايماننا احنا الشخصي. انا عندي ايمان ان ربنا بيشتغل، عندي ايمان ان ربنا بيعمل. وياما سمعت عن معجزات في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسه ولحد النهارده،
وبصدقها بآمن بيها، لكن ما عنديش إيمان شخصي إن ربنا يعمل من خلالي، ودي أزمة ودي مشكلة. الست الجميلة دي بقى اللي هي الأرملة كان عندها إيمان شخصي بتاعها هي إن ربنا هيشتغل، وربنا بس هو اللي هيشتغل، فجريت على ربنا في شخص مين؟ في شخص إليشع رجل الله، وعملت إيه؟ صرخت وقالت له مفيش حد، مفيش غيرك، أنت بس اللي هتشبعني، أنت بس اللي هتنقذ أولادي، أنت بس اللي هتقدر تحل لي المشكلة دي. طب يا ست أعمل لك إيه؟ لا أنت شايف وأنت عارف. تعمل إيه دي بتاعتك أنت؟ أنا كل الحكاية بعرض عليك بس المشكلة. طب يا ستي مش هتشتركي؟ عينيا أؤمر. إيه اللي عندك في البيت؟ قالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. أول حاجة بتقول إيه؟ ليس لجاريتك. شوف الأسلوب، مش مجرد أسلوب، ده طالع من قلبها، رايحة باتضاع كامل لرجل الله عشان عندها أزمة ومشكلة، وعندها ثقة كاملة وإيمان وطاعة إنها تنفذ الكلام بحذافيره، علشان كده حصلت المعجزة، عشان كده اتحلت المشكلة. فده اللي احنا نتعلمه النهاردة من الست الجميلة ديت. ويقول لنا الاباء لما حد كده ما يتذكرش اسمه يبقى دوت كده لايه؟ ده حط نفسك مكانه، ما تذكرش اسمه مخصوص عشان ايه؟ عشان ينفع يتحط مكانه استاذ فلان، مس فلان، انكل فلان. كل حد مننا ممكن يحط نفسه مكان الشخصية الجميلة ديت اتصرفت ازاي. نصرخ لربنا ونعرض عليه المشكلة، يقول لنا تحبه ايه؟ اقول له ما اعرفش، نحوك اعيننا، انت اللي هتعمل يا رب، وانت اللي شايف وانت اللي عارف. طب هتشترك بايه؟ تعمل ايه؟ ما عنديش غير كده، انا ما حلتيش غير حاجة بسيطة، شوية كلمتين بعرف اقولهم، يمكن وسائل ايضاح بعملهم، انا اعرف اسوق العربية، انا اعرف اجيب تموين من برة، اعرف اعبي التموين، انا كل الحكاية حاجة بسيطة. الله، هو ده بس. ربنا مش عايز مننا غير كده بس، عايز مننا النفس الجميلة ديت، النفس اللي بتتكل عليه، مؤمنة بيه، بتطيع الكلام بتاعه، بتشارك وبتجاهد بس، مش اكتر من كده. ده اللي مطلوب مننا. نشوف ايه اللي حصل بعد كده. ماذا اصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنة زيت. دهنة الزيت ديت ممكن تكون زيت الميرون اللي كل واحد بينا ايه، كل واحد فينا اتدهن بيه في يوم من الايام. دهنة زيت عمل روح الله القدوس فينا، مش كده؟ مش الروح القدس بيسكن فينا وجوانا في سر الميرون؟ طيب ليه فلان ده خدمته واسعه وكبيره وجميله، وده خدمته روحيه، وده خدمته مش عارف ايه، وده خدمته قليله؟ حسب ايه؟ خد بالك، حسب ايمانك واتضاعك وطاعتك. ايمان واتضاع وطاعه مع بعض كده يعملوا خدمه وفيره وجميله زي ما احنا هنشوف بعد شويه. ليس لجاريتك شيء في البيت، ده واقع، ده مش مجرد اتضاع بمعنى المفهوم بتاعنا، لان الاتضاع هو ده، الاتضاع هو امكانياتي كده، مش الاتضاع ان انا احقر من نفسي او لا، هو انا امكانياتي كده، اللي اقل من كده اسمه صغر نفس، واللي اعلى من كده اسمه كبرياء. فالاتضاع ان انا شايف نفسي في الصورة المظبوطة يعني. قلت له فده واقع، ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنة زيت، دي الامكانيات اللي انت اديتهاني يا رب. فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج، من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي. تعمل ايه؟ روحي استلفي شوية مواعين من عند جيرانك، والأوعية دي تكون فاضية وما تقلليش، على قد ما تقدري جيبي. ايه ده؟ هنا بقى ربنا عايز يقول لنا ايه؟ عند جميع جيرانك، يعني هتخبط كده يا ست مفلانة ممكن تديني حلتين ولا تلاتة اللي عندك؟ واحدة تقول لها حاضر، واحدة تقول لها لأ، واحدة تقفل في وشها الباب، واحدة تقول لها حطلك فيهم رز بس كده عينيا، حطلك شوية دقيق انا هديهم لك فارغين، مش ممكن، مش كده؟ يعني اجتهدت، خبطت، عملت اللي عليها،
لكن ربنا قال لها ايه على لسان قليش عن النبي؟ او هي ايه؟ فارغة، فاضية. يعني ايه؟ اوقات اروح لربنا باوعية مليانة، يملها لي ايه؟ طب مليانة، اقول يا رب انا امكانياتي كذا وكذا وكذا، انا بفهم في كذا وبعرف في كذا، مش كده؟ ده انا يعني هكسر الدنيا، ده انا بس رب بس انت استخدمني بس، يعني انت عارف الامكانيات اللي جوايا، انا مش هقول لك، انت عارف قد ايه، بس انت استخدمني بس. رايح له ايه؟ اوعية مليانة، خلاص مليانة. يديك ايه؟ انت راجل غني. عارفين في سفر الرؤيا، رؤيا 3، الملاك بتاع كنيسة لاودكيا يقول ايه؟ اني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس واعمى وعريان وفقير. فقير واعمى وعريان وشقي وبائس، هو فاكر في نفسه ايه؟ يا من هنا يا من هناك، ده انا مفيش زيي، انا مفيش زيي، بس يدوني فرصه بس وشوفوا ايه. لا، ربنا عايز ايه؟ عايزك تروح له وهو اللي يملاك. مش جاي له بمعرفه ارضيه، مش جاي له بفلسفات، حكمه ارضيه، الحاجات دي كلها هيستخدمها لما تكون باتضاع حقيقي، هيستخدم امكانياتك. هو عايز اناء، اناء، اناء هو يملاه بمعرفته، هو اللي يحط فيه، يحط فيه اللي هو شايفه، اللي هو عايزه، اللي يقضي ويزيد. قال لها اوعية فارغة. قال لها حاجة تانية ايه؟ لا تقللي، بيني ما بينك ما تقلليش. احنا بقى اوقات كتير قوي احنا بسبب عدم التصديق بنقلل. بمعنى ايه؟ بمعنى ليس في الامكان اكثر من مكان، يعني كتر خير الدنيا. لا، دي امكانيات الله، ده الله جيب سوائيه ملقانه، السوائي بتاعت ربنا مليانه مليانه، والشاطر هو ايه؟ هو اللي يروح ويحط الاناء بتاعه يتملي. لكن انا مش مصدق، قول بس كويس قوي، كتر خير الدنيا على قد كده، ده حلو قوي كده. في الروحيات لا، لسه حضرتك بتقول ايه؟ قال له اديني نصيب اتنين، نصيب اتنين في الروحيات، نصيب اتنين. لكن احنا في حاجات كتير قوي يقول لك ماشيين جنب الحيط، ماشي حلو ما فيش مشكله، بس في حاجه زي كده لا تقلل، ما تقللش، ما تقللش، ما تقللش، لان في التقليل بتاعك ده عدم تصديق، عدم ايمان. في التقليل بتاعك ده انت مش مصدق عمليا ان ربنا يقدر يملى، ان ربنا يقدر يحل المشكله. لا لا لا، ما تقولش كده يا ابونا، انا عارف نظريا كلنا مصدقين وكلنا عارفين، لكن عمليا عند الجد هو معقوله وده يحصل وحصل كده؟ ايه في ايه؟ ده ربنا اللي انت عارفه من زمان، اه ربنا يعمل كده واكتر من كده بكتير. فقال لها ايه؟ لا تقللي. وحته من عند جميع جيرانك دي يعني اتعلم منها ايه؟ من عند جميع جيرانك، المشاركه، الناس لبعضيها، وما يبقاش كمان انا شغال لوحدي. خد بالكم اوقات كتير اي حد من الخدام ايه؟ شغال لوحده بنفسه، انا لولا انا، انا اللي بعمل كذا، وانا مش عارف ايه الكلام ده كله، وما يعرفش يشتغل غير مع نفسه. سيد المسيح ارسلهم اتنين اتنين، مش واحد لوحده، ما ينفعش واحد لوحده، اتنين، عشان ده يقول الفضل لربنا وعن طريق اخويا فلان، وهنا نفس الحكايه، ربنا لقى البركه في اخويا فلان. لكن اوقات بعض الناس مش شايف غير نفسه، وما يعرفش يشتغل غير مع نفسه. عارفين المعجزه بتاعت صيد السمك الكتير؟ مكتوب عليها كده اختيار التلاميذ الاولين، مش كده؟ يعني ايه دعوه التلاميذ او دعوه التلاميذ الاولين؟ يعني دعوه خدام. لما كان في دعوه الخدام دي ايه اللي حصل؟ في لوقا 5 ايه اللي حصل؟ كانوا سفينه ولا اتنين؟ بعدين ايه؟ جابوا زمايلهم من السفينه الاخرى عشان يشيلوا معاهم ايه؟ يشيلوا معاهم الشبكه اللي كانت السفينه تغرق من كتر ايه؟ من كتر الصيد. تعاون، زي ما انت قلتي، تعاون. بتتعاون مع الخدام؟ تتعاون مع الناس ولا لا؟ فخبط على جيرانك،
المثل بيقول الجيران لبعضيها، فتلاقي خادم وخادم جنبه ملوش دعوة بيه ومش عايز يتعامل معاه وهكذا. فقال لها ايه؟ قال لها اذهبي استعيري لنفسك اوعية من خير. كلمة استعيري يعني انت ما عندكيش، مش كده؟ استعيري يعني استلفي. استلفي يعني مش كل الامكانيات عندي، في امكانيات عندي وباقي الامكانيات عند غيري. الكنيسة دي اتبنت ازاي وهكذا، وكل عمل روحي اتعمل ازاي، مش بس كيان مادي، كل عمل روحي اتعمل ازاي. اذهبي استعيري لنفسك اوعية من خارج، بعدين يقول لا استعيري لنفسك. لا تستعيري ده هيبقى لنفسك. تصوري كل اللي بيجي دوت كنيسة قايمة على التبرعات، وكل ده ايه؟ ده ما بيرجعش زي ما انتوا قلتوا. من عند جميع جيرانك اوعية فارغة لا تقللي. ثم ادخلي، دي النقطة بقى ايه برضو مهمة قوي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية. اقفلي الباب. اوقات كتير قوي بنفتح الباب، نفتح الباب عشان الناس تتفرج، واللي معرفش احاول ان انا ايه اعرفه. اغلق الباب. اغلق الباب يعني علاقة ايه؟ علاقة شخصية، علاقة خصوصية، مش كده؟ علاقة مخدع. هي دي كلمة اغلق الباب. ايه رأيكم لو احنا تخيلنا المعجزة دي وهي شغالة، والست بتصب كده هوت الزيت، ودخل عليها ودي خارجة من عندها ودي بتقول شوف ايه اللي بيحصل، ولمت الناس كلها. مش هو ده عمل الله؟ عمل الله مش للعرض، مش للشو يعني، لا. اغلقي على نفسك. عمل الله في المخدع، في القلب. واغلقي بابك برضه، او اغلقي الباب، ممكن اغلق باب حواسك عشان يبقى فيه بركة، عشان النعمة تشتغل. اغلق باب الحواس. دايما الباب ده تشير الى الحواس بتاعت الانسان. لو فتحنا الباب بتاع الحواس البركة تخرج، ما تبقاش موجودة. ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيكي. على نفسها بس؟ لا، على اولادها كمان. ايه على بنيها ديت؟ غير بقى ان هو الحاضر والمستقبل، بنيها ان هو ممكن يكونوا ابنائنا الجسدانيين او الروحيين. يقول لك ايه؟ اخبروا بنيكم وبنيكم يخبروا بنيهم، من دور الى دور. نخبرهم ايه؟ بعمل الله، بان ربنا بزرع رفيع ويد قوية خرج شعب بني اسرائيل من ارض مصر، من ارض العبودية. عرفوا يعني ايه الكلام ده؟ يعني عرفوا ولادكم الجسديين او ولادكم الروحيين بعمل الله في وسطيكم. اللي تاخدوه معاكم هم ايه؟ هم ولادكم، هم دولت اللي يشوفوا النعمة، يشوفوا اللي حاصل. اغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الاوعية وما امتلأ انقليه. ده مين اللي بيتكلم لحد دلوقتي؟ بيكلم مين؟ الارملة. فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها. يعني عملت ايه؟ نفذت. نفذت. قال على كلمتك القي الشاك. نفذ ولا ايه رايكم لو كان معلمنا بطرس قال للسيد المسيح على كلمتك القي الشبكه، بس ما القاهاش، ما رماش الشبكه، كان يصطاد؟ لو كانوا الخدام سمعوا من السيد المسيح ملاوا الاجران ماء وما ملوهاش، تحصل المعجزه؟ ما تحصلش. وهكذا. فذهبت من عنده واغلقت الباب، يعني اطاعت. مش كده؟ الطاعه مهمه. اصل دي طاعه الايمان، مش اي طاعه. يعني ايه طاعه الايمان؟ لانها مصدقه. هل هي لو مش مصدقه كانت قدرت تنفذ الكلام ده؟ اصل الكلام صعب، مش معقول. الكلام الصعب اللي مش معقول ايه؟ انت يا ست عندك ازمه، عندك ايه في البيت؟ شويه زيت، بصي خبطي على الجيران، جيبي حلل على قد ما تقدري، واقفلي على نفسك انت وعيالك وصبي. لو ما عندهاش ايمان كانت قالت ايه؟ شكرا، شكرا، اشكرك، هو ده اللي عندك؟ هو ده اللي انت قادر عليه؟ طب كلمني الراجل، طب مش عارف ايه، طب اعمل ايه؟
لكن هي عندها ايه؟ عندها ايمان، اسمها طاعة الايمان، صدقت وكانت واثقة في عمل الله. دي مصدقة من قبل ما تروح، دي مصدقة علشان كده راحت. بدون ايمان لا يمكن ارضائه. فاحنا مأمنين ولا مش مأمنين؟ زي ما قلت لكم الايمان العملي، الايمان الشخصي بتاعنا، انت مصدق ولا مش مصدق ان الكلام ده هو يحصل. لكن الست دي كان عندها ايمان عظيم، فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. برضو هنا نوع برضو من انواع التعاون او نوع من انواع المشاركة، ان ولادنا يعرفوا اللي احنا بنعمله ويشوفوه بعينيهم، واللي شافوه بعينيهم دوت مش ممكن ابدا يتنسي. ولو شافوا اختلاف وخلاف وحاجة صعبة مش ممكن برضو تتنسي. يعني اوقات ولادنا يشوفوا خلافات في البيت، ياما بنسمع حاجة زي كده. هوت لسه امبارح كنت قاعد مع حد يعني بقول له طب ولادك حاسين بده وشايفين ده؟ قال له سامعيننا وشايفين وعارفين وكرهوني، كرهتهم فيا. فولادنا بيشوفوا. على حكاية ولادنا بيشوفوا ديت هقول لكم قصة حصلت من زمن طويل يعني، وانا بخدم في الكنيسة المرقسية في كلود بيك كخادم. فبعد ما خلصنا الخدمة طفوا الانوار وخلاص بقى، الولاد خرجوا ومشوا ومفيش اي حد خالص. وحد من الخدام بقى بيحكي لي القصة ديت يعني، فيقول لي كان واقف هو ومجموعة من الخدام صغيرين كده في الحوش والدنيا ضلمة كده هوت، وحد قال حاجة فالخدم ده كهكه ضحك يعني من قلبه كده وصوت عالي قوي. ويقول لك من تحت تقطيع الارض كده لقيت مخدوم بيخبط على رجليا كده بيبص بيقول لي يا استاذ فلان مش انت قلت لنا ان احنا ما نضحكش بصوت عالي في الكنيسة؟ ففي اوقات ايه صرنا منظرا للناس والملائكة، الناس بيتفرجوا علينا ويشوفوا احنا بنتصرف ازاي. فانتوا كخدام بتتصرفوا ازاي بينكم ما بين بعضكم؟ انتوا كأسرة بتتصرفوا ازاي في بيوتكم؟ فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب، ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء. قال لها لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. على قد ما تعبت وعلى قد ما صدقت، الاثنين مع بعض، على قد ما صدقت وأطاعت وتعبت هي أخذت. فأتت وأخبرت رجل الله. سؤال هنا، هو مش المعجزة تمت خلاص؟ بديهيا ايه اللي يحصل؟ بديهيا الزيت دوت معمول ليه؟ عشان يحللها الأزمة. طب الست دي راجعة تاني ليه؟ عشان تشكر ربنا، عشان اعمل ايه صح عشان تشكر ربنا؟ مظبوط طبعا 100%. اوقات كتير احنا نصلي قبل الاكل، نصلي بعد الاكل ولا لا؟ ماشي، يعني اقصد اقول احنا اوقات كتير قوي نقول له يا رب اعمل، ولما يعمل بنشكره ولا لا؟ والنقطه الثانيه دي مهمه قوي برضو، حضرتك قلتيها، قلتي قالت اعمل ايه، يعني عايزه تاخد ارشاد من ربنا في شخص وابن ربنا اللي هو اليشع خطوه بخطوه. واخدين بالكم؟ مرجعيه، ترجع له مره تاني. فهل حاجه زي ديت عندنا ولا لا؟ طب يا رب اعمل ايه؟ الخطوه اللي بعديها ايه؟ كان ربنا يقول لي على خطوه معينه، يا ترى الخطوه اللي بعديها يكشفها له؟ لا لسه ما كشفهاش، يكشف له خطوه بخطوه. يبقى على تواصل دائم مع الله. طب اعمل الخطوه الجايه، طب اعمل ايه بعد كده؟ فرجعت مره تاني. حاجه كمان، رجعت لرجل الله، عارفين ليه؟ حاسه ان كل الزيت اللي موجود عندها ده بتاعه هو، بتاع ربنا مش بتاعها هي. ودي حقيقه صحيح، ده حاصل عشانها، لكن هي بترجعه لربنا. عارفين من يدك واعطيناك، ويفضل ندي ربنا، ربنا يدينا اكتر، ندي ربنا، ربنا يدينا اكتر. فهي احساسها الشخصي ان هي ما يخصهاش من كل الزيت ده غير دهن الزيت. يعني هي عارفه
امكانياتها، عارفه ان هي انسانه بسيطه لحد اللحظه دي. اصل في بعض الناس لما تحصل معاهم معجزه او حاجه حلوه يفتكر في نفسه شيء، خدتوا بالكم؟ لكن الست دي ما اتغيرتش، ما اتغيرتش، هي زي ما هي بنفس المفهوم بتاعها، رايحة لرجل الله مرة تانية وتقول له اعمل بي ايه، انا مجرد اداة في ايديك يا رب، وكل اللي حصل ده يرجع لك انت، وده بتاعك انت، الخدمة دي بتاعتك، والولاد دول بتوعك، ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. في حد تاني يقول ولادي، وده ابني مش عارف بقى راهب فين، وابني بقى كاين فين، وابني بقى اسقف فين، واخدين بالكم؟ ده حاجه بتاعت ربنا. هو انت اللي عملته كاهن ولا اسقف؟ انت عملت حاجه صغيره. فهي الست دي بنفس الاحساس، هي قطعت، قطعت بايمان وعملت اللي عليها وقدمت الشيء البسيط اللي عندها، فرجع تاني تقول له اعمل بيه ايه، ده مش بتاعي. طيب هنا سؤال، أليش عن النبي قال لها هاخد منك نصهم، ثلاث ارباعهم ربعهم اي حاجة تلت اي حاجة منهم؟ لا، ده بتاعك. هو ده بقى ربنا يديكم، ربنا بيدينا، يدينا خدمة روحية، ما ياخدش اي حاجة خالص، نفضل ندي ربنا او نرجع لربنا جزء يدينا اضعاف، رجع لربنا جزء يدينا اضعاف، وهكذا. فعلشان كده الست ديت رجعت لأليشع، فلما رجعت لأليشع فأتت وأخبرت رجل الله فقال اذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. المعجزة تمت ولا ما تمتش؟ طب ايه رأيكم لو الست ديت خزنت الزيت؟ ايه رأيكم لو الست ديت ما بعتهوش، ما تجرتش بيه؟ بالظبط، يبقى احنا كده ما اكتفيناش، هي لسه كده ايه بتبتدي، تبتدي ايه؟ تبتدي تتاجر، تاجر بالمواهب بتاعتك، تاجر بالوزنات علشان تربح، علشان تربح، مش مجرد ان ربنا اداني حاجه فخزنها، طب ما هتبوظ، هتتلف، ايه اللي انا بعمله دوت؟ فالمطلوب مني ان انا اتاجر بيه. اذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي انت وبنوك بما بقي. الدين كله توفى، وكمان المستقبل اللي جاي بتاع ربنا امنهولها، هو ده العمل بتاع الله، عيشي انت وبنوك بما بقي. بما بقي من ايه؟ من الزيت. الزيت يشير الى ايه؟ الى النعمه، النعمه اللي هي ايه؟ عطيه مجانيه من عند ربنا. دي كلمتين صغيرين عن الست الجميلة ديت اللي هي الأرملة، نفتكر ان هي في ملوك تاني 4:1-7. ربنا يبارك حياتكم وينفعنا بصلواتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين. نشكرك يا قدس ابونا كتير خالص خالص خالص.